شو أخبارك؟ زي زميلي صوتي واضح سامعني؟ انت جزائري ولا وش من بلاد انت؟ أنا فلسطيني. فلسطيني؟ فلسطيني نعم. ساكن في الجزائر؟ لا مش ساكن في الجزائر. وليش ما أنا ساكن؟ ساكن ببلادي. فين في بلادك؟ فين في فلسطين؟ الضفة الغربية. فين في الضفة؟ في طول كريم. طول كرم؟ كيف الحال في طول كرم؟ والله الوضع يعني الوضع بالضفة الغربية يعني بمدن الضفة اللي هي نابلس وجنين ورام الله طبعا ما انت بتعرف رام الله منفصلة عن غزة. يعني الوضع من أيام الحرب من 5 شهور والله صعب جدا. يعني بالنسبة للعمال اللي كانوا يدخلوا على إسرائيل منعوهم يدخلوا، يعني كانوا يجيبوا فلوس كويس منيح ورواتب بالنسبة ل يشتغلوا عند اليهود؟ أعوذ بالله، فلسطيني مسلم يشتغل عند اليهود؟ لا، هذه مستحيل. احنا الجزائر ما نصدق إنه واحد فلسطيني يشتغل عند اليهود. يا رجال يا رجال فوق كل العمال اللي بالضفة بيشتغلوا في إسرائيل. يعني أنت ممكن تحكي عن 200,000 عامل من الضفة الغربية بيدخل على إسرائيل. طيب وأزيدك من الشعر بيت، أزيدك من الشعر بيت، المستوطنات اللي دايما الناس يحكوا عليها ويدينوا فيها اللي قايمين على بناءها هم الفلسطينيين. أعوذ بالله. يعني لما يدخلوا على إسرائيل يشتغلوا في المستوطنات، بيبنوا مستوطنات، يعني يا عمال أخي، بناء. أنت أكيد أنك أنت مش يهودي، أنت أكيد أنت فلسطيني؟ لا إله إلا الله. طب أحكي لك حاجة، لأنه الجزائريين هون معي، يعني هذو الجزائريين مستحيل، هم هذو اللي معايا الجزائريين. يقول لك فلسطيني، يعني كل يوم بيحاربوا، يعني نوض الصبح يعني في الجبال ويحاربون الإسرائيل وحاملي السلاح. مستحيل إنه ما يصدقوا هذا الكلام. يا حبيب قلبي انت مفكرنا الجزائر اكبر دولة في الوطن العربي، وكانت يعني اراضيها ممتدة بيقدروا يعني، والحكومة كانت معهم كمان، الحكومة كانت يعني وطنية. يعني احنا لا حكومة انت تقول لي وطنية، احنا لا شعب وطني ولا حكومة وطنية. انت تقول لي الان محمود عباس وسليم فياض ورجوب، يعني ما هم حاملين السلاح وبيحاربوا في اسرائيل الان؟ هلا انت انت شكلك تتمسخر يا رجال. طب احكي لك، حبيبي، انا اعرف الضفه، انا كنت ساكن في الضفه الغربيه، انا كنت متمركز في الخليل، وأعرف مليح مليح الضفة، أعرف كويس الضفة الغربية، وأعرف المعابر وكيف يمروا الفلسطينيين يشتغلوا في يعني عند ما هو انت لما سألتني وين في فلسطين، انا متأكد انك انت بتمزح وعارف اكثر مني، عارف والله متأكد. أنا كنت ساكن في الخليل، ونعرف طول كرم، نعرف يعني نابلس، قلت لك نعرف كذلك كيفاش يسموها المركز، طب اسمع، مركز محمود عباس، بيت لحم بطبيعة الحال، كلهم هذه المناطق هذول. طب اسمع، بدي ازيدك من الشعر بيت. يمكن هلأ ما تصدقني، بتعرف اني انا عشت في الجزائر 9 سنوات وزوجتي جزائرية وعندي ولد اسمه يزن الله يحماه، وجبته هين على فلسطين واعطيته الجنسية وقعد عندي تقريبا 8 شهور، وبعدين اجت امه على الاردن اخذته، وكنت انا بدي ارجع بس صارت مشاكل كورونا وسكرت الجزائر يعني وخلصت الإقامة وكذا، وهلأ أنا بحاول إني أرجع. أيام مليحة، هي خلاص إن شاء الله ترجع. يعني المهم، مهم أنت كويس يعني ومبسوط، هذا أهم شيء. وأنت مسلم ولا كافر؟ أعوذ بالله. لا يعني إحنا يعني أنا بالنسبة لي على الفطرة، يعني أنا مسلم، بحكي لك الصراحة مسلم على الفطرة، يعني أنت بس أنا كنت ما تعرف الإسلام؟ بعرف الإسلام كويس. أنا بدي أحكي لك الصراحة إني أنا كنت مثل غيري، يعني هاي الأمور كانت عندي من المسلمات، واللي كان يحكي فيها أتفاجأ وأستغرب. فأنا بكل صراحة لما صرت أسمع مشايخ وصرت أفوت بثوث وصرت أقرأ أحاديث
أو أقارن وكذا يا أخي، في أمور يعني بجد أنا صار عندي شكوك بصراحة. يعني أمور منطقية، أمور منطقية، أنت لما تسمع أمر منطقي بصير عندك شك. شو عندك شك يعني في الرسول مثلا انه كان عنده يعني عبيد، انه الرسول قتل الاطفال؟ الرسول عليه الصلاة والسلام كان عنده عبيد. طب يعني أحكي لك، يعني هلأ الشاب اللي كان هلأ الشاب اللي كان معك بيجادل بأمر بس بده يجادل، يعني هو مشكلته إنه بده يدافع عن إشي خلص عنده من المسلمات. طب يا حبيب قلبي، عائشة هي بنفسها قالت رضي الله عنها، قالت يعني خطبها الرسول 6 سنوات ودخل عليها يعني وبنى بها 9 سنوات، وكانت تلعب على المرجيحة وكانت أمها يعني أخذتها ودخلت على الرسول وفات عليها الرسول وهي تلعب بلعب وضحك، لحتى من لما شاف هذا المنظر ضحك. طيب يا أخي، ربنا عز وجل واللائي لم يحضن. طب ما الإسلام، الله مناش محمد. طب ما الله حلل نكاح بنت يوم، بتعرف إنه بتعرف إنه في الإسلام مسموح نكاح بنت يوم؟ بنت نعم، يوم انا احنا كفار يا ابو يزن، انا كافر جزائري، انا مرتد، احنا كفار يا حبيبي، انا اعلم هذا الشيء يا بطبيعة. أخي. أوكي، أنا ديني الإسلام وبعتز بيه وبفتخر بيه، بس أنا ليش أصير أكابر وأخجل وما أحكيش الحقيقة والواقع؟ يعني مش يعني لما ربنا نزل هاي الآية، يعني ربنا خجل من العباد، يعني بيجوا ناس بصيروا يدافعوا عنه. يا زلمة، أنا اللي بده يجنني إنهم بيجوا بصيروا يخبوا عن الله ويغاطوا عن الله، وكأنه الله مثلا بده يعني بدهم يخبوا يعني عملته. فهمت أنت؟ طب ما الله واضح ونزل، ليش انت بتيجي بصير تكافح في امور كيف، واضحة وقرآن يجي؟ ولكن انت تظهر انك انسان يعني ما شاء الله عليك. انا شخصيا يعني انا لست ملحد ولست مسلم، خرجت من الاسلام. يعني هذا الكلام اللي قلته انت، يا انا بالنسبه لي مستحيل انه اله يشرع انه طفل صغير، ما قلت انت يوم يحب يعني ينكح، هذا بطبيعه الحال مش اله، هذا انسان، هذا انسان جاهل تاع القرن السابع، ما يكون إلا صديق وهمي لشخص اسمه محمد، قال لهم، ادعى عليهم إنه إله، قال له هذا الكلام وقال له حلال يعني الأطفال الصغار. يعني هذا شيء، لأنه إله مفروض كلامه يكون لحظة لحظة حبيبي، لحظة بو أنت كيفاش اللحظة؟ أنا عندي لا ما عنديش اللحظة، عندي بزاف ما شربتش اللحظة. سولي ميزامي صح، مسا النور، مسا النور. أنا آسفة إذا شاركت معك بالحوار أو شيء، أوكي؟ بس شفت الأخ كان عم بيحاورك، فسؤال عندي، حضرتك ليش ألحدت؟ إذا حابب إنه نتناقش يعني. معليش، نعرفك قبل، انت الاخت مسلمة؟ لا مش مسلمة، شو انت؟ بس أنا دارسة بالإسلام شوي. شو انت، مسيحية ولا يهودية ولا شو؟ مظبوط، أنا مسيحية. إيه اي رمك علي، انا كنت عندي يعني في خرافة. مع السلامة حبيبتي. يعني انت نفس الشيء، خرافة يعني عندك المسيحية، يعني بتؤمني بخرافة، بخرافة، خرافة الخرافات، نفسها، نفس القرآن، نفس السنة، نفس الإسلام، نفس اليهودية، مدام طالعة بكل ثقة، يعني طالعة بكل ثقة وتتكلم يعني، وانت تأمني بخرافة بشخص مشى فوق الماء وأحيا الموتى وقام بهذا وذاك وذاك وذاك، يعني وتتكلمي وراح نناقشك. شو ناقش؟ ما ناقش ولا. السلام عليكم يا لموس. السلام عليكم. وعليكم السلام. وصلوا هار سومي يا جماعة، باش ما بس كل صباح شفت واحد اللايف كانوا يسينيو فيه ما يبلوش كاع اللايف الناس باش يدخلوا. تفضل يا أخي، كيف حالك؟ الحمد لله الحمد لله. رمضان أول حاجة، كش ما وجدت ميهو وين راك أنت ياك؟ في لونجلتير ولا فين؟ على الشيخ حوس علي يا راري في لونجلتير. أني عايش ميهو الحمد لله، مسلم سني عايش. معليش ما كاش مشكلة أخويا، ما أنا غير بغيت نسقسيك في الآداب فقط، حبيت نعرف كيفاش تفوت رمضان. هذا ما كاش مش تسمح لي. أنا في ألمانيا ميهو، معليش مش أنا مشكلة، زهقان. أنا عايش في النرويج، ما كاش مشكلة أخويا، لما حبيت تجاوب عندك الحق، كان لها تعمل قصة كبيرة، قال مانيش باغي نجاوب وخلاص، ما كاش مشكلة. تاكسو ميكا، تاكسو ميكا. يعني تخبوا وين ساكنين، تخبوا اسماءكم، تخبوا وجوهكم، يعني هذه الحياة هذه كيف، والله ما نسألك كيف هذه الحياة، هذه الجو، كيفاش نقولوا الجو، يعني هذا
كيفاش يقولوا الحاجة، الذوق تاع هذه الحياة لما الإنسان يعيش حياته متخبيا. سامي هو بتهبطني دوك للشارع نوري لك وين عايش نهبط. كيف نعرف كيف الشارع؟ ما فهمتش. حبيت تشوف صح وين راني عايش، عن بالك لا راني وري مثل لي وجهك، عليك؟ ما قلتلكش وري لي ورق عايش. انا يعني انا قلت لك وري لي ورق عايش، وش تدير بوجهي ما دامك تسمع صوتي يا ميهو؟ يعني حاب نشوف ولد بلادي الزين ما شاء الله عليه المتربي، نشوف ريحة ولاد بلادي. حل وجهك خلينا نشوف وجوهكم يا سيدي، هاك متخبيين الزين للنسا خلينا ميهو. كيف؟ لا لا زين، انت باين باللي زين وولد الزين وزين الزينين قاع. إسلام كرم المرأة وأعطاها الزين وخلينا لها ليها الزين للمرأة. انت وقيلا هذاك انت مشيت على سويس، راك تكذب عليا انت، هذاك اللي ظل تسب تحل لايفات وتسب. ودي احنا خاطينا يعني، هذا واش خصني نفتح لي لايف ميهوب ونسب؟ انت مثلي ولا الحمد لله راجل. فيش؟ الحمد لله. وعلى مثلي الحمد مش لله راجل؟ يا ودي، اني نقول لك الحمد لله راجل، وتسمى من قلتك الحمد لله، الحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله راني راجل ما فياش انا المرض. سألت انت مثلي يعني راجل قدي اوكي، انت قصدت مثلي يعني اوكي. وعلاه مثلي مش راجل؟ بالنسبة لي ماشي راجل، مع كل احترامي لماذا مش راجل؟ يعني، لأنه لوسخ لوسخ. اوكي، كي تقصد، معليش انا يعني فهمتك، باش لا حياء في الدين، يعني كي يمد المؤخره تاعو هذا ماشي راجل، بصح كي يمد، كون يمد بنته عندها 7 سنين للرسول ولا 6 سنين هذا راجل. بصح البنت مختومة باش تتزوج، هذاك هو هذاك هو قدرها في الدنيا، لازمها تتزوج باش تكمل. نعم، وكي الاب تاعك يضرب يماك باسكو الله قال له في القران يضربها، هذا ثاني راجل. نعم بالمينوس والبلوس تمشي الحالة، بصح المينوس والمينوس ما درنا والو. ولا ولا كيفاش المفهوم ديالك يعني في المعتقد ديالك؟ تشوفها نورمال انت؟ انا ما عنديش حتى مشكل. نعم نشوفها نورمال. انا الحاجه اللي ما نشوفهاش نورمال انه بنت صغيره 6 سنين مع واحد كبير، اللي يعني بنت صغيره كي واحد بياسر لازم يكونوا بالغين. مانيش نهضر لك على ولد صغير مع راجل كبير، يعني نهضر لك زوج بالغين هما قروا واش يديروا واش يعملوا في الفراش تاعهم. ما عنده، مادام علميا ما عندوش تاثير عليا، ما عندوش تاثير على المجتمع، ما عندوش تاثير على البيئة نتاعنا، ما عنديش مشكل. هذا ماشي أنا اللي نقوله، هذا من منظمة الصحة العالمية، الدول المتقدمة اللي فيها المثليين، وزراء، أطباء، ناس اللي حصلوا على جوائز نوبل، ناس رياضيين اللي جابوا الميدالية الذهبية لبلادهم في الألعاب الأولمبية ولا في كوب دي موند ولا هذا الشيء. هذا هذو كبار، يعني كان واحد كبير مع الطفل الصغير هنا نعم. أما واحد رجل كبير كما يسموه محمد يدعي انه رسول مع طفله صغيره، نعم هذا عمل اجرامي، هذا وي هذا هذا يدور هذا ديرونجيني انا. بصح انت علاش لصقت هذيك تاع 6 سنين وانت على بالك باللي تدخل عليها في 9 سنين لما حاضت وبلغت؟ 9 سنين، 9 سنين ولا 10 سنين، انا طلع لك 13. عندي بصح مشكل انت واحد، تستعمل، عندي علاش تستعمل الرقم 6 للترهيب؟ معليش 6 تزوج بها 6 وتخلع عليها، معليش انا نستعمل لك 12 نزيد لك 3 سنين. واحد 54 سنه مع واحده 12 هذه مصيبه، وفي البلاد اللي عايش فيها والاخرين تاعو، لو كنت توري وجهك وتقول هذا الكلام وتدافع على هذا الشيء هذا راه اجرام في القانون. معليش نسقسيك، انا عندي سؤال، هل هذا الفعل اجباري؟ هل انت مجبر؟ جا واحد طبطب عليك في الدار سواء في النرويج ولا في البلاد عند والديك وسقسى اسكو عندكم طفلة ساعة 3 ساعة 4 ساعة حتى ل 12، سقساوكم قالوها لكم صرات لا عندك اكسبيريونس، عندك عندك يعني معليش، صرات؟ ما يعطيك الصحة بارك الله فيك، ما سقساني، ما صرات ليش، ما سقسانيش. ميوي تسرى باسم الإسلام في عديد هل من، هي إجبارية؟ ما جاوبتنيش على النقطة. جاوبك جاوبك. لا ما ليست إجبارية، هي مباحة، وهذه هي المصيبة. لما أنا عندي قانون تاع بشر بشرة، وعندي قانون تاع إله اللي يدعي هو هذا الناس يعبدوه يحطوا راسهم في الأرض والمؤخرة تاعهم في السماء. هذا الاله اللي شوف شو قال لهم، قال لك اخويا انا قال لك اني نحبك تحط راسك في الارض ومؤخرتك تفتحها لي في السماء لك تهضر عليها انتايا، يعني باش يذلك. قال لك هذا الاله هذا قال لك اباح لك للمسلم انه يتزوج طفله صغيره، وين البشر؟ قال لك نو، اعطاك علم ومعرفه قال لك بلي هذا الشيء فيه ضرر. يعني هذا الله هذا الجاهل اباح شيء. يا وعطيني الفرق ما بين مباح وإجباري، كي تعطيني الفرق ما بين هذا الزوج كلمات اللي راك تخوف الناس وزواج الصغيرة ودير لهم في الضغط ودي تستعمل في الرقم 6 للترهيب، وانت ما راك جايب خبر، راك غير تيري ميهوب. كيف فهمني؟
يعني تسعة تسعة سيدي، تخلي عليها تسعة، الوضع تسعة، تزوج بها 6 سنين وتخلي عليها تسعة. أنا ماشي 6 سنين، إحنا في الإسلام إنما مو يوم واحد ولا شهر. هذاك العمر 9 ينطبق على السيدة عائشة بالكور ديالها وبالعلم ديالها وبالقدرة ديالها، ما ينطبقش على الفتاة نتاع اليوم. وشنو القدرة نتاعها وشنو العلم نتاعها وشنو الخطة؟ تفضل. القدرة نتاعها على كل شيء، حتى تحمل الزواج وتحمل كل شيء في الوقت ديالها. تفضل، من قال بهذا؟ 9 سنوات راهي حاضت يا محمد، واش بيك؟ من قال بحاضت هذه؟ شكون اللي قال؟ انت ثاني جيت كما هذا السيد اللي كان هنا تاع الجهل، شكون اللي قال عائشة حاضت؟ وي بلغت، لو كان ما حاضتش، لو كان ما دخلش عليها عليه الصلاة والسلام. معليش عندك الصح، شكون اللي قال بلغت وشكون اللي قال حاضت؟ تفضل، كيفاش ربك يقول لك في آية قرآنية واللائي لم يحضن؟ وانت تقول انت واللائي لم يحضن ديما تصوتي، زعما هذا هو اللي باش تقدر تحارب انت، هذا هو سلاحك، وسلاحك راه بلاستيكي ما يدير والو. انا نقول لك واللائي لم يحضن ما يقصدش بها الصغيرة. انت الشغل راك وش يقصد؟ هبلت ميهوب، راك لابس وش ملي يقصد بها؟ وش يقصد بها حبيبي؟ شغل انت واللائي لم يحضن، معليش تفسرها لي بتفسيركم، فسرها لك انا بالواقع تاعها، فسرها لي انت بالهبل ديالك ونزيد نعاود لك انا. شكرا حبيبي. أنا لا أفسر القرآن ولا أفسر كلام الله، كلام الله كاين منهجية يفسر بأربعة أطوار. كاين الأولى اللي عندنا بعض الآيات معروفة فسرهم الرسول صلى الله عليه وسلم، مثلا كما والشمس تجري لمستقرها، هذه الآية مفروغ منها، هذه فسرها النبي. كاين هناك قرآن مفسر بعلم الأثر، يعني مثلا الشيخ الطبري، ابن كثير، القرطبي، السعدي، البغوي، علماء المسلمين، وعلى فيها إجماع على كافة يعني العلماء. ميهوب راك صوتي وتتهرب، بقى لي في الصغيرة، خليني من الشمس والمستقر، خلينا في الصغيرة. معليش غادي نعاود من الاول، بس كل المشكله تاعكم كون جيت تفهم، لو كان قام ما تطلعش تقول هذا الجهل لك، تقول فين نعاود لك. القران كيفاش يفسر؟ ماشي مي هو بيفسره، ماشي انت تفسره، هذا الناس اللي يفسروا هناك اجماع عند علماء الامه، هذا الانسان يقول لك مرتد ماهوش مسلم. كيف يفسر الاسلام؟ كاين 4 طرق اللي يفسر بها القران. القران ما تفسروش، انت كي تروح عندك ايه تحوس عليها تلقى اسكو هذه الايه فسرها الرسول، اذا كان فسرها الرسول بينسر تعمل بها التفسير، لانه الرسول اولى، لانه كان ينزل عليه الوحي. مثلا هذه الايه تاع والشمس هذه فسرها الرسول، الرسول ما فسرش بزاف الايات. الحاجه الثانيه علم الاثر، كما هذه الايه هذه تاع واللائي لم يحضن فسرها شيخ طبري، شيخ المفسرين، ابن كثير، البغوي، القرطبي، السعدي، الزمخشري، كلهم والعديد منهم، وتكلم عليها النووي، ابن عبد البر، ابن حجر العسقلاني، ابن القيم، ابن تيمية، ابن باز، الألباني، كلهم هذ الناس تكلموا على هذه، كل علماء الأمة من وقت الآية نزلت حتى الآن، بأن هذه الآية تتكلم على الصغيرة. أنا أعطيتك نصوص وأعطيتك الشرح نتاعها، أعطيتك من أتفضل أنت أنا أعطيني من كنت قال، بك من قال باللي أعطيني من قال باللي هذه الآية ما تتكلمش على الصغيرة. أنا أعطيتك أسماء، أنا أعطيني أنت اسم. واللائي لم يحضن لا يقصد بها الطفلة الصغيرة، أنت مهبول، أنت راك أنت معزة ولا وطارد، شغل راك تراهب في الناس بهذه، وأنت راك غلط في التفسير. نساو جماعتك، راكم كامل غالطين ما فهمتش، كاين شيخ اسمه انت مهبول هو اللي فسرها؟ يا ميهوب، أنت ما راك جايب خبر شكون اللي يفسر هذه الايه كما تقول فيها انت؟ شكون؟ اعطيني اسم. يا ولا يعني الطفلة الصغيرة نساوي معليش الشيء، عندك الصح، راح ناخذه بكلامك، فقط اعطينا من قال هيا لي. حدد لي عمر هذه الطفلة الصغيرة اللي مذكورة في اللائي لم يحضن، حدد لي العمر، معليش تحدد لي عمرها. شكرا، ما نحدد لك ولو. من قال بانه واللائي لم يحضن ما هيش الطفله الصغيره؟ انا اعطيتك اسماء، اعطيتك الطبري، شيخ المفسرين، اعطيتك ابن كثير، القرطبي، البغوي، السعدي، يعني اعطيتك 5 الكبار، ونزيدك ثاني وحده اخرين، وزدت لك الاسماء حتى اليوم. شيخ الفوزان، صالح الفوزان، اكبر علماء المسلمين اليوم في 2024 يقول لك تتكلم عن الصغيره. اعطيني انت اسم واحد، من قال بان اللائي لم يحضن ما تكلمش عن الصغيره؟ أني فاهمك ونستعرف بهم كامل هذو المفسرين ونسمع لهم، معليش قلت لك فأعطيني السن المحدد لهذه الطفلة الصغيرة، مادام هما فسروا وانت راك مقتنع بالتفاسير وراك غير تجيب من عندهم، معليش جيب. ما انا مش مقتنع، انا اهل السنه والجماعه. معليش مادام هم حكاوا على الطفلة الصغيرة في هذا التفسير واللائي لم يحضن، أعطيني السن المحدد لهذه الطفلة الصغيرة إن كنت صادقا.
نعم، ابن المنذر يقول لك في الإجماع تاعو اللي تكلموا عليه تقدر تكون بنت يوم واحد تزوج. الآن من قال بأن واللائي لم يحيض؟ ما تتكلمش عن الصغيرة، آخر سؤال هذا المرة، يعني عندك فرصة إنك تسلك روحك، ولا ما حبيتش تسلك روحك ابقى كما عندي الفرصة نسلك روحي، ماشي نسلك روحي، نهضر لك الصحيح، نقول لك من واش قال كاين. من قال من قال من قال لأنه ما تقدرش تعطيني فرصة، لأنه يوجد تفسير آخر، التفسير الصحيح، واللائي لم يحيضنا هي كان المرأة اللي يتوخر عليها الحيض، اللي تأخرت لم تحض. من قال بهذا؟ وتوجد المرأة العاقرة التي لم تحض ولا تحيض. معليش عندك الصح، من قال بهذا؟ من قال بهذا؟ تفسير الآية يقول بهذا، لأن تفسير الآية بعيد كل البعد على الطفلة الصغيرة اللي راك تقول في عمرها نهار. انت راك مريض، انت راك خرجت من راك شغل التفكير ديالك ولا تفاهمي هو. معليش لا حبيبي، شوف انا مريض ما كاش مشكل. ماشي تحلبولك، تحلبولك راك غير تدير في البوز. معليش عندك صح، شكون اللي قال هذا التفسير اللي قلته انت؟ يا شكون، اعطينا اسم، من قال بهذا الاخرين تاعو؟ يا وهذا التفسير العقلاني للآية، هكذا فسرت الآية. تفسيرك وتفسير الطبري والخزعبلات اللي راك دير فيهم يا ميهوب ما يقدوا لك والو، راك يعني جديد. راك تقول باللي الطبري تفسيره خزعبلاتي؟ اسمعني، لا الخزعبلات ديالك ماشي تاع الطبري، الطبري حاشاه، انت اللي راك تخزعبل، يعني راك تقول معليش طبري ما لانه قالش هذه التفسير. الاسئله يا ميهوب في 2024 راهم تسالوا 2400 مره، راهم معليش سألوها من قبلك. واش قال الطبري في هذا التفسير هذا؟ أنا نقول لك باللي راه يحكي على المرأة الكبيرة التي لم تحض، يعني سواء معليش كانت معليش المرأة معليش العاقرة أو اسمعني التي شويه، تأخرت عن الحيض. معليش 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 شوف، انا كنت نحل وأنت الكتاب. تقول معزة ولو طارت، تحكي عن عندك صح الفتاة اللي عندك في صح، عمرها يوم، ولا راح تحكي لي اللي في عمرها معليش 3 شهور؟ ما تقلقش ما تقلقش، كلمته الان ميهوب، معليش ميهوب معليش معليش نقول بس لك ما هذه، تقلقش. نقول لك هذه بركو قدام الناس، قدام 1000 قريب، عباك باللي الطفله تاع نهار لو كانت دير لها برا تاع خياطه تموت مسكينه. ولي لعقلك، معليش بون، هذه خلام تاع ما قهوي، تحطش، معليش لا نفهم فيك بلا بون، بلا غادي نغلق لك المايك هكا باش على بالي باللي راك عرفت روحك وينك رحت الان، وانا عرفتك على بها ما خرجتش في وجهك قبيلات، هذه هي المشكلة، خاطر كون ولد وريت توري وجهك دروك وقلت نفس الكلام تعاودوا على الطبري، الجزائر ما تدخلهاش، غادي في المطار غادي يقول لك على بالك شيخ المفسرين، نعاودوا واش قال الطبري في تفسير هذه الآية، باين نفتح لك الكتاب الآن، نفتحوا الكاميرا ونشوفوا واش قال الطبري، اسكو الطبري قال الكلام اللي قلته أنت هو وابن كثير، ناخذوا غير هذو زوج لأنه هذو شيوخ المفسرين اللي هما ياخذوا منهم، اسكو هادو دروك نفتحوا دروك نحلوا الكاميرا ونشوفوا الشيوخ هادو تا واش فسروا الايه هذه، اسكو قالوا كلامك ولا قالوا كلامي؟ اتفضل خويا افتح المايك تاعك وقول لنا، ناخذوا غير نقطه بنقطه، دروك كي نفتحوا الكاميرا ونروحوا للكتاب تاع الطبري وابن كثير، قالوا التفسير تاعك ولا قالوا التفسير تاعي انا؟ يا وقالوا التفسير تاعي انا ميهوب، واحد ما يقدر يقول التفسير ديالك الا واحد ما عندوش العقل، اللي راه هذا وين من هرب من السبيطار تاع المهابل وتسقسي يقول لك لا ما كانش هاد الحكايه. ميهوب راك غلط، بون غادي عندنا بزاف ما درناش، راك غير تيري ميهوب. اوكي ما كانش اخويا، نشوف سيدي واش قال، نشوف واش قال الطبري. ان شاء الله برك ما يكونش مسجل فيه كان شكوانا، وشنو ان شاء الله برك يكون صحيح، باش يكون نفسه ان شاء الله برك التسجيل هذا اللي راح تحط لي دوك يكون صحيح. واش حاب تسمع؟ واش حاب تسمع؟ تعرف الشيخ صالح الفوزان ما تعرفوش؟ نسمع به، وهذا شكون هو هذا الشيخ صالح الفوزان؟ قلت لك نسمع به واسمع. اوكي شوف سيدي نسمعو ما كاش مشكل، اما انا نسمعو شويه باسكو عندنا بزاف ما سمعناش صالح الفوزان، ومن بعد نحل لكم الكاميرا نعطيكم تفسير نسمعو، واسمع معايا، اغلق الكاميرا اغلق المايك تاعك خويا واسمع معايا ومن بعد. هم يريدون بذلك القاء
اوكي سوري 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 سوري، على بالي اسمحوا لي، ما كنتش تسمعوا قاع مديبين، ما كنتش تسمعوا يوم سمعنا والو ميهوب كان اوكي. اسمحوا لي اسمحوا لي جميعا، اوكي عاود عاود. هم يريدون بذلك إلقاء العراقيل في الزواج، وأن تنطلق المرأة إلى ما تريد، لأن الزواج يعوقها ويجعلها حبيسة البيت طاعة الزوج. هم يريدون أن تنطلق، يقولون لا تزوج، يجب تحديد سن زواج المرأة ب18 سنة. 18 سنة، 18 سنة تكون المرأة تجاوزت البلوغ وعنست، عنست. اسمعها، هم يريدون هذا. من اللي يحدد 18 سنة؟ الرسول تزوج عائشة وهي بنت، عقد عليها وهي بنت 9 سنين، دخل بها وهي بنت، عقد عليها وهي بنت 6 سنين، ودخل بها وهي بنت 9 سنين، وهو سيد البشر عليه الصلاة والسلام. الله جل وعلا في القرآن جعل عدة التي لا تحيض لصغر، جعلها 3 أشهر، جعلها 3 أشهر، مثل سن اليائسة. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر. اسمع، واللائي لم يحضن، صغيرات، عدتهن 3 أشهر أيضا إذا طلقن قبل أن يبلغن سن الحيض. فدل هذا على زواج الصغيرة أنه صحيح، هذا في كتاب الله سبحانه وتعالى. هم ينكرون ما ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيما هو في كتاب الله واضحا كوضوح الشمس في رابعة النهار. وغرضهم من، أعوذ بالله، لماذا تنكر ما هو واضح وضوح الشمس في رابعة النهار؟ واحد من أكبر ولا أكبر علماء المسلمين اليوم أهل السنة والجماعة. تفضل يا أخي، إليك الخط، خذ راحتك وتكلم كما حبيت. هذا راني شفتك شحال من مرة، هذا هو هذا هو آخر دليل عندك، وأنا هذا الدليل ديالك ما يقنعنيش، وهذا الشيخ الفوزان ديالك يعني لو كان ما جيتش مداير شوية، لو كان دوك فتحت لك الكاميرا ونعت لك الخوف ونعت لك الجزائر ونعت لك كل جيمي هو. أنا هذا الحديث نتاعك وهذا التسجيل اللي راك مسجلو فيه كان شكوانة تحت الدروج، هذا ما يقنعنيش خويا. كيفاش ما يقنعك؟ ما فهمتش. هذا ما يقنعنيش، هذا الحديث ديالك ما يقنعنيش، هذا بو مخدوم ميهوب، هذا تحل بولك، هذا قديم تاع الشيخ الفوزان، انا سامعو عندك واحد 1500 مرة، جيب لي جديد، جيب لي حاجة جديدة. شكرا يعطيك الصحة. هذا لا يسمن ولا يغني من جوع الفوزان ديالك ميهوب، هذا راك متسجلو تحت الدروج، يعني نقول لك ملحد، ملحد هذا الفوزان. يعطيك الصحة، بارك الله فيك، بارك الله فيك. يعني شفتوا وين وصلت؟ أنا قلت لكم واش يدير الدين يخلي حتى